وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاختتامي للحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، اللي كان الشعار ديالها هاد السنة هو محاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وكان الأشتاغ هو منسكتوش. فاليوم النتائج اللي تقدم هي مهمة جدا، كتبين بأن كان تنظيم تقريبا أكثر من 350 ديال الأنشطة على صعيد يعني جميع جهات المملكة، وكنشكروا جميع الفاعلين اللي انخرطوا معنا. طبعا كان القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية، الجمعيات، مؤسسة التعاون الوطني، مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، الجامعات، يعني الإعلام، كلكم انخرطتوا في هذه الحملة وتنشكركم، بحيث وصل كما قلت العدد ديال الأنشطة كان مهم جدا، وصل عدد المشاركين أكثر من 27 ألف مشارك. وبالنسبة للفيديو اللي عملنا ديال محاربة حول التحسيس حول محاربة العنف ضد النساء وصل أكثر من 1,500,000 مشاهد، وكان تفاعل ديال أكثر من 70 ألف تفاعل مع هذا الفيديو، وكان والأشتاغ يعني حتى هو كان عنده واحد المتابعة مهمة جدا. فهذا تبين أن أولا الحمد لله هذه الحملة نجحت، والتحسيس حول هذا الموضوع كان مهم، وأن خاصة لتبين أن هذا الموضوع كيهم وكيأثر في عدد كبير من الناس اللي حسوا به وتفاعلوا معه. فهذا موضوع مهم جدا اللي خصنا نواصلوا العمل عليه، ماشي غير في هذه 15 يوم ديال الحملة الأممية، ولكن طول السنة. وغادي نخرجوا اليوم بتوصيات اللي غادي نضمنوها توصيات ديال الأنشطة اللي تكلمت عليها، ولكن ليس فقط، لأننا توصلنا سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر المراسلات المباشرة عدد من التوصيات من المنظمات النسائية اللي كنشكرهم، لأن كانوا توصيات مهمة جدا تنشكرهم، وغادي نضمنوها للتوصيات العامة اللي غادي نشتغلوا عليها جميع خلال السنة باش يكون تنزيل ديالها إن شاء الله.